صباح الخير. صباح النور. أنا المعلمة سراب محمد علي من وحدة عروة الخابوري. سنتعرف على أسمائكم. تفضل. رفيق طلعي مجد مخلوف. الرفيقة الطليعية نور البري. الرفيق الطليعي بشر مجدوب. الرفيقة الطليعية بتول حميدي. الرفيقة الطليعية ريما علو. الرفيق الطليعي حمزة خضو. أنتم تلاميذ في الصف الرابع، أليس كذلك؟ نعم. أنتم أصدقاء؟ نعم. هل تتواصلون مع بعضكم البعض؟ نعم. كيف تتواصلون مع بعضكم البعض؟ تفضل. عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أحسنت. تفضلي. أنا أزورهم في منازلهم في عطلة نهاية الأسبوع. أحسنتي. تفضل. من خلال الهاتف المحمول. أحسنت. تفضلي. أكتب لهم رسائل ورقية. أحسنتي. هل جربتم التواصل عبر المياه الجارية؟ كلا. سأخبركم ماذا حصل معي في عطلة نهاية الأسبوع. بينما كنت أتنزه على ضفة النهر، وجدت قاربا. اقتربت منه فوجدت على ظهره ثلاثة أعواد خشبية أحضرتها معي. وهذه الأعواد عليها مجموعة من الجمل. تفضل. هل تستطيعون قراءتها؟ من يستطيع أو يساعدني في القراءة؟ تفضل. مرحبا أنا أحبكم. أحسن. مرحبا أنا أحبكم. تفضلي. أتمنى لكم الخير والمحبة والسلام. أحسنتي. تفضلي. أنتم أخوتي وأنا أحترمكم. أحسنتي. أتودون معرفة من كتب هذه الرسائل الجميلة؟ نعم. هيا بنا لنستمع إلى هذه القصة. قام ثلاثة أصدقاء بنزهة إلى ضفة النهر، إذ كانت شمس الربيع الدافئة ترسل أشعتها الذهبية، فيما النهر يتدفق عذبا وكأنه يعزف لحنا جميلا. أعجب الأصدقاء الثلاثة بجمال المنظر وتساءلوا إن كان هناك أناس مثلهم يتنزهون في نهاية الشهر على ضفة النهر البعيدة، وفكروا كيف يمكن لهم التواصل مع هؤلاء الناس، وماذا يمكن أن يقولوا لهم وهم لا يعرفونهم. وبعد التفكير قرروا أن يكتبوا لهم رسائل يرسلونها عبر النهر لتصل إليهم. فقاموا بصنع قارب صغير من عيدان الأشجار اليابسة، وحفر كل منهم على قطعة من جذع شجرة يابسة العبارة التي يريد إرسالها. كتب الأول: مرحبا أنا أحبكم. كتب الثاني: أنتم أخوتي وأنا أحترمكم. كتب الثالث: أتمنى لكم الخير والمحبة والسلام. ثم وضعوا رسالتهم في المركب الصغير وأرسلوه عبر النهر. رحب النهر بالمركب وحمله على ظهره ومضى به هادئا يقطع المسافات. وقف الأصدقاء الثلاثة يلوحون للمركب حتى اختفى عن أعينهم، وكلهم أمل في أن يصل إلى أصدقائهم الجدد في الضفة البعيدة. هل أعجبتكم القصة؟ نعم. هل عرفتم من هو المرسل؟ نعم. لدينا مجموعة من الأسئلة جلبتها معي، سنجيب عليها ونعمل ثلاثية. فكروا جدا وتعاونوا في زمن محدد. تفضلوا بالحل.
هل انتهيتم؟ كلا. هل انتهيتم؟ لا. هل انتهيتم الآن؟ نعم. لنبدأ في الإجابة عن الأسئلة. السؤال الأول، من يقرأ لي السؤال الأول؟ تفضلي. أسمي المكان الذي حدثت به أحداث القصة. الإجابة، من يجيب؟ تفضلي أجيبي. المكان الذي حصلت فيه أحداث القصة على ضفة النهر. لنرى إن كانت الإجابة صحيحة. المكان الذي حصلت به أحداث القصة على ضفة النهر. أحسنتي. السؤال الثاني، من يقرأ لي السؤال الثاني؟ تفضلي نور. أبين التساؤل الذي خطر ببال الأصدقاء الثلاثة. التساؤل الذي خطر ببال الأصدقاء الثلاثة أن هناك أناس غيرهم تنزهون في عطلة نهاية الشهر على ضفة النهر الأخرى. أحسنتِ. لنرى إن كانت الإجابة صحيحة. أبين التساؤل الذي خطر ببال الأصدقاء الثلاثة. التساؤل الذي خطر ببال الأصدقاء الثلاثة إن كان هناك أناس مثلهم يتنزهون بنهاية الشهر على ضفة النهر الأخرى. السؤال الثالث، من يقرأ لي السؤال الثالث؟ تفضل خضر. اذكر قرار الأصدقاء الثلاثة. قرار الأصدقاء الثلاثة أن يكتبوا رسائل على أغصان الأشجار اليابسة ويرسلونها عبر النهر لتصل إليهم. لنرى إن كانت الإجابة صحيحة.
قرار الأصدقاء الثلاثة، قرر الأصدقاء الثلاثة أن يكتبوا رسائل على أغصان الأشجار اليابسة ويرسلونها عبر النهر لتصل إليهم. أقترح عنواناً آخر للقصة، تفضل. رسائل المحبة. أحسنت، تفضلي. عبارات السلام. أحسنتي، تفضل. الأصدقاء المتعاونون. أحسنت. الأصدقاء الثلاثة. أحسنتي، رائعة هذه الإجابات. ما رأيكم أن نختار عنواناً آخر للنص؟ كيف أرسلت هذه الأعواد الجميلة؟ كيف أرسلت هذه الأعواد الجميلة؟ أرسلت الأعواد الجميلة على شكل هدية. وكيف أتت؟ هل أتت بمفردها؟ تفضل. كلا، أتت على ظهر مركب أرسلوه الأصدقاء الثلاث. علينا أن نختار عنوان جميل ومناسب. تفضل مجد. مركب وهدية. مركب وهدية، هل أعجبكم هذا العنوان؟ نعم. الآن لدينا مجموعة من الأسئلة، ولكن بعد الاستماع إلى النص مرة أخرى سننفذ هذه الأنشطة. مركب وهدية. قام ثلاثة أصدقاء بنزهة إلى ضفة النهر، إذ كانت شمس الربيع دافئة ترسل أشعتها الذهبية، فيما النهر يتدفق عذبا وكأنه يعزف لحنا جميلا. أعجب الأصدقاء الثلاثة بجمال المنظر وتساءلوا إن كان هناك أناس مثلهم يتنزهون في نهاية الشهر على ضفة النهر البعيدة، وفكروا كيف يمكن لهم التواصل مع هؤلاء الناس، وماذا يمكن أن يقولوا لهم وهم يعرفونهم. وبعد التفكير قرروا أن يكتبوا لهم رسائل يرسلونها عبر النهر لتصل إليهم. فقاموا بصنع قارب صغير من عيدان الأشجار اليابسة، وحفر كل منهم على قطعة من جذع شجرة يابسة العبارة التي يريد إرسالها. كتب الأول: مرحبا أنا أحبكم. كتب الثاني: أنتم أخوتي وأنا أحترمكم. كتب الثالث: أتمنى لكم الخير والمحبة والسلام. ثم وضعوا رسالتهم في المركب الصغير وأرسلوه عبر النهر. رحب النهر بالمركب وحمله على ظهره ومضى به هادئا يقطع المسافات. وقف الأصدقاء الثلاثة يلوحون للمركب حتى اختفى عن أعينهم، وكلهم أمل في أن يصل إلى أصدقائهم الجدد في الضفة البعيدة. الآن لدينا مجموعة من الأسئلة، بعد أن استمعنا إلى النص سنجيب عليها. من يقرأ لي السؤال الأول؟ تفضل مجد. أمل الأصدقاء في وصول رسائلهم إلى أصدقائهم. أقرأ السؤال مجد إذا سمحت. أرتب الفكرة الآتية وفق المطلوب. أمل الأصدقاء في وصول رسائلهم إلى أصدقائهم الجدد، خروج الأصدقاء في نزهة، توصل الأصدقاء إلى إجابات عن تساؤلاتهم. أيضا بداية القصة، عقدة القصة، خاتمة القصة. من يستطيع الإجابة؟ تفضلي. بداية القصة، خروج الأصدقاء في نزهة،
عقدة القصة؟ لنرى إن كانت الإجابة صحيحة. بداية القصة خروج الأصدقاء في نزهة. أحسنتي. عقدة القصة، من يستطيع الإجابة؟ تفضلي. عقدة القصة أمل الأصدقاء في وصول رسائلهم إلى أصدقائهم الجدد. عقدة القصة أمل الأصدقاء في وصول رسائلهم إلى أصدقائهم الجدد. خاتمة القصة، من يستطيع الإجابة؟ تفضل بشر. خاتمة القصة، توصل الأصدقاء إلى إجابات بعد تساؤلاتهم. لنرى إن كانت الإجابة صحيحة. خاتمة القصة، توصل الأصدقاء إلى إجابات عن تساؤلاتهم. من يستطيع قراءة الأفكار بالترتيب؟ تفضلي ريما. بداية القصة خروج الأصدقاء في نزهة. عقدة القصة أمل الأصدقاء في توصل رسائلهم إلى أصدقائهم. انتبهي، أعيدي. أمل الأصدقاء في وصول رسائلهم إلى أصدقائهم الجدد. خاتمة القصة، توصل الأصدقاء إلى إجابات عن تساؤلاتهم. أحسنتي. السؤال الثاني. من يقرأ لي السؤال الثاني؟ تفضل خضر. الخضرة الدافئة. أقرأ السؤال خضر. أتمم العبارات الآتية بالكلمات المناسبة. الخضراء الدافئة الذهبية اليابسة عذبا. الجملة الأولى، من يقرأ لي الجملة الأولى؟ تفضلي بتقول. يتدفق النهر عذبا. أحسنتي، يتدفق النهر عذبا. الجملة الثانية، من يقرأ لي الجملة الثانية؟ تفضل بشر. ترسل الشمس الربيع الدافئ أشعتها الذهبية. لنرى إن كانت الإجابة صحيحة. ترسل شمس الربيع الدافئة أشعتها الذهبية. أحسنت. الجملة الثالثة، من يقرأ لي الجملة الثالثة؟ تفضلي ريما. صنع القارب من عيدان الأشجار اليابسة. لنرى إن كانت الإجابة صحيحة. صنع القارب من عيدان الأشجار اليابسة. أحسنتي. هل بقيت عندنا كلمة زيادة؟ نعم. ما هي؟ تفضلي. الخضراء. أحسنتي. الخضراء. السؤال الثالث، من يقرأ لي السؤال الثالث؟ تفضل خضر. السؤال الثالث، اذكر مفرد الجموع الآتية. أصدقاء، مع مدرسون، مسافات. من يستطيع الإجابة على السؤال الأول؟ تفضل. أصدقاء، مفردها صديق، وهي جمع تكسير. أحسنت. أصدقاء، جمع تكسير، مفردها صديق أيضا. تفضلي ريما. مدرسون، جمع مذكر سالم، مفردها مدرس. لنرى إن كانت الإجابة صحيحة. مدرسون، جمع مذكر سالم، مفردها مدرس. أحسن. الكلمة الثالثة بتقول. تفضلي. مسافات، جمع مؤنث سالم، ومفردها مسافة. لنرى إن كانت الإجابة صحيحة. مسافات، جمع مؤنث سالم، مفردها مسافة. أحسنتم. الآن سأطرح عليكم سؤال، فكروا جيدا في الإجابة واستمعوا أيضا للسؤال. من العبارات التي أرسلت أتمنى لكم الخير والمحبة والسلام؟ ما رأيكم بهذه العبارة ولماذا؟ تفضلي. جميلة، لأنها تدل على المحبة والسلام. أحسنتي. تفضل. جميلة، لأنها تدعو على الخير. تدعو للخير. أحسنت، تدعو للخير. تفضل. لأنها تدعو إلى الأديان السماوية بالمحبة والسلام. أحسنت. تفضلي. جملة جميلة، لأنها تدعو إلى المحبة بيننا. أحسنتي. إذن جميع الإجابات تدعو إلى المحبة والسلام والإخاء. والآن سأطرح عليكم سؤال، وهذا السؤال يطير إليكم مع العصافير. والآن سنعمل ثنائية
تعاونوا وفكروا في الإجابة. من يقرأ السؤال؟ من يقرأ السؤال؟ مجد؟ العبارة لو كنت مع الأصدقاء الثلاث، ما العبارة التي كنت سوف ترسلها؟ أحسنت. الآن اعملوا ثنائية وتعاونوا وفكروا في الإجابة ضمن زمن محدد. هل انتهيتم؟ نعم. إذن ما العبارة التي كنت سترسلها مع العصفور؟ تفضل مجد. الرسالة التي كنت سوف أرسلها مع العصفور: نتعاون مع أطفال العالم على فعل الخير كل يوم. أحسنت. تفضلي، ما الرسالة التي كنت سوف ترسلينها مع العصفور؟ الرسالة التي كنت سوف أرسلها مع العصفور: أنا طالبة ريما علو، سأرسل رسالة محبة إلى سيد الوطن بشار حافظ الأسد. أحسنتي. تفضل. من حقنا أن نعيش بغد المشرق بأمان وسلام، نحن أطفال العالم. أتمنى أن تصل رسائلكم جميعا. الآن أرسل لنا الأصدقاء الثلاثة رسائل وهم بانتظار إجاباتنا على هذه الرسائل. ما رأيكم أن نعيد كتابة الإجابات ونرسلها إليهم؟ ثم نلف هذه الإجابات ونرسلها إلى أصدقائنا الجدد. تفضلي. تفضلي. تفضل. تفضل. تفضل.
البدء بالرسائل؟ نعم. تحيه مجد؟ نعم. من يقرأ لي الرسالة الأولى؟ تفضلي. لقد سررت برسائلكم وأتمنى لكم المحبة. أحسنتي، تفضلي. أتمنى أن نلتقي ونخرج معا. أحسنتي، تفضلي. أنا أيضا أحبكم وأتمنى أن نبقى أخوة طوال الحياة. أحسنتي، تفضل. أنا أحبكم وأحترمكم جدا. أحسنت. أتمنى أن نبقى أخوة للأبد. أحسنت. أتمنى أن نعيش بأمان وسلام ومحبة. أحسنت. أتمنى أن تصل رسائلكم جميعا، وفقكم الله ورعاكم.